فلو انت اشتريتها بأقل سعر وبعتها بأعلى سعر يبقى انت كده كسبت. يا جدعان انا هعمل حاجة عمري في حياتي ما كنت اتوقع ان انا اعملها، لا يا عم، يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. انا هتاجر اونلاين. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو النهارده. معاكم ايجو، ده ميجو في بلاتفورم ده في البيت. لو ناوي تخش اي بزنس في الدنيا هتحتاج 3 حاجات. اول حاجه لابتوب، تاني حاجه ورقه وقلم الاولد سكول، تالت حاجه كوبايه شاي مدينه. بقالي فتره الصراحه مهووس بحوار التجاره الاونلاين دي، بس كنت خايف اخد فيها اي خطوه. ان واحد من صحابي دخل في الموضوع ده في ظرف كام يوم عمل رقم الله اكبر. يا ابن المحظوظه يا فوزي. ده طبعا بيرجع لاني ما كنتش فاهم معناه اي حاجه، بس الموضوع ده بدا يتغير. بنشوف هنا انا بدات اجيب ورقه وقلم وبدات اقرا عن الموضوع، والموضوع بدا يتضح سنه سنه قدامي. نصيحه لاي حد لو ناوي يبتدي بيزنس حتى لو اونلاين، مش لازم تخش فيه كده خلاص، اهدى على نفسك وواحده واحده اتعلم كل حاجه عنه وبعدين ابتدي. بسم الله. خليني اقول لكم الحاجات اللي انا عرفتها واحده واحده، احنا كده مع بعض. كل ما اعرف حاجه هقولها لكم، ففيد واستفيد. مفهوم التجاره مفهوم موجود من ايام الفراعنه، والسؤال رقم واحد اللي بيطرح نفسه، طب ليه انا اصلا اتاجر في اي حاجه؟ عشان الفلوس. 15 جنيه عليك. فكره التجاره انك تعمل فلوس كتير اقل مجهود، وده طبعا مش موجود في معظم الوظايف اللي احنا بنشتغلها اليومين دول. الواحد مننا بينزل شغل 10 ساعات علشان في الاخر خالص ياخد له 3000 او 4000 جنيه، على الحين الاخر لو عمل وان تريد او بيعه ناجحه ممكن يعمل اضعاف اضعاف الفلوس دي في ثانيه. الموضوع بجد مش معقد خالص. ايام زمان التجاره كانت مقتصره على البرودكتس، الحاجات اللي انت تقدر تلمسها بايدك ولازم بتبيع فيس تو فيس، وش لوش. ولكن طبعا بسبب الظروف والاحوال اللي حصلت في السنين اللي فاتت، موضوع التجاره ده تقدر تعمله في اي حته وفي اي مكان حوالين العالم. فزمان الناس كانت بتتاجر بالسلع فقط، ولكن الموضوع دلوقتي اتسع وكبر جدا، بقيت تقدر تتاجر بكل حاجه. تقدر تتاجر في البورصه بالبرودكتس زي القلم ده مثلا، العملات الرقميه الكريبتو كرنسيز، وحاجات تانية كتيره قوي. انا نقسم التجاره لحاجتين عشان نقدر نسهلهم على نفسنا. انت بتتاجر بحاجه انت بتمتلكها زي القلم ده، وبتتاجر بحاجه تانية انت مش بتمتلكها زي الشقه. انت بتتاجر بحاجه انت بتمتلكها زي القلم ده، انا بشتريه بجنيه استنى لحد ما سعره يزيد في السوق لحد ما يوصل مثلا 3 جنيه وببيعه وبكسب 2 جنيه فيه. يبقى بشتري الحاجه او السلعه باقل رقم، ولما باجي ابيعها اقول يا رب السعر بتاعها هيزيد، عشان كل ما السعر زيد وانا ببيع كل ما الفرق بتاعي هيزيد، كل ما البروفيت او المكسب بتاعي هيزيد. منطقية يعني. بحاجة تانية انت مش بتمتلكها زي الشقق، عارف جو السمسرة اللي هو انت بتربط البايع بالشاري، ولو العملية تمت انت بيطلع لك كوميشن او عمولة، وده هو النوع التاني من التجارة. بق شاي بقى كده عشان الكلام الجميل ده. طيب خليني اقول لكم ليه معظم الناس اللي بتخش في المجال التجاره ده بتخسر. للاسف الناس دي بتبقى هواه، ما عندهاش اي خلفيه عن التجاره وبتدخل كده وخلاص. فالشخص ده لما بيخش كتاجر بيبتدي يشتري السلع ديت سواء بيمتلكها او مش بيمتلكها، كانه بكونه ان هو هاوي بيقرر يبيع ويشتري عن طريق الاخبار. والله هو سمع ان سعر القلم اللي كان شاريه بجنيه ده هيبقى ب 3 جنيه كمان كام يوم، فيستنى المسكين الكام يوم دول علشان يكسب ال 2 جنيه الفرق. كمان يومين يبص يلاقي سعر القلم اللي كان بجنيه بقى بنص جنيه، يبقى خسر نص جنيه. فاهمين الدنيا تبقى ماشيه ازاي؟ وده طبعا غلط ومش ريلايبل، ومش المفروض اصلا ان انت تخش اي بزنس بناء على النيوز او الاخبار. حاجه تانية للبروفيشنالز او الناس المحترفه بتعملها هي المنصات الالكترونيه. دي وش فيلم من الافلام عينك وقعت عليها، بتبقى شاشات كبيره قوي كده فيها اسهم خضراء واسهم حمراء، الحاجات دي بتبقى زي تنبؤ كده للي هيحصل للسلعه دي كمان شويه، سواء هي هتزيد او هتقل، انت تبيع او تشتري. وبس، كل ما اتعلم حاجه جديده في المجال ده هشيرها معاكم. ايه رايكم في الكومنتات؟ مين عالم ممكن نعمل فلوس منها محترمه جدا؟ اشوفكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بيس.